اهلا ومرحبا بكم مره تانية مع مهند غلام 050-516-3525 من بنك مدن السيارات. عندنا عرض اليوم على سياره عرضها خاص جدا، هي الماليبو LT 1.5 التوربو الفول اوبشن 2019، اخر سياره عندنا حاليا لونها جراي زي ما انتم شايفين. السياره دي كان سعرها تقريبا 114,500 درهم. تعالوا نشوف العرض اللي عليها حاليا، عرض التصفية عليها اكيد عليها كاش ديسكاونت كبير جدا زي ما انتم شايفين. هي الفول اوبشن من ال 1.5 التوربو ال 2019، هو الفيس ليفت طبعا ابتدى من 2019. طبعا تشغيل عن بعد، حساسات امامية وخلفية، رنجات 18، نشوف من ورا الاضاءة LED و 3D طبعا، وديزاين جديد توربو 163 حصان 1.5 ست سرعات اوتوماتيك مع الكراسي الجلد، تخشيب على الابواب، مكيف خلفي، السقف البانوراما، دخول ذكي على الابواب، استهلاك البترول زي ما انتم شايفين اللتر الواحد في حدود 17 كيلو بيمشي. ذاكرة الكرسي السايق وضعين، تخشيب، بوز سبيكرز، إضاءة ذاتية أوتوماتيك شايفين الجلد مع كراسي الكهرباء للسايق والراكب، هنا بلت إن نافيجيشن، أبل بلاي، أندرويد أوتو، المكيف أوتوماتيك، الهاند بريك أوتوماتيك، التخيط على الستيرنج، تثبت السرعة طبعا، العداد ديجيتال. طيب زي ما احنا قلنا بعد ما كانت ب 114,500 تقريبا، هنشوف سعرها المفاجأة، عرض خاص طبعا على اخر سيارة عندنا زي ما انتم شايفين 95,900. يلا نشوف مين اللي هيكون من نصيبه. اتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات، في انتظار مكالماتكم وتعليقاتكم على قناتنا على اليوتيوب. اهلا بكم.